كبير وصافي لاباس عليكم ان شاء الله اموركم كلها بخير وعلى خير. توحشكم والله توحشكم بزاف بزاف. غبرت عليكم عارفه غبرت على لاشين ديالي حتى ولاو كيكتبوا لي من هاد القناه مهجوره. غبرت على لاشين ديالي بزاف صراحه ولكن عندي عذر. انا غنقول لكم غادي تفهموني. اول حاجه جيت نتقاسم معكم فرحة ديالي اللي هي فرحه الحمد لله مون ديبلوم اون بوش الحمد لله في الالمان. اش غنقول لكم ما عرفتش شنو نقول والله ما عرفتش شنو نقول. جيت من المغرب ولقيت هذه الفرحه هذه اللي ما حضرتش ليها. كان عندنا كارديياسيون في لو 17 جويلي وانا ما كنتش كنت في المغرب و اعتذرت اليوم كلو ما قدرتش نحضر حقاش بالنسبه ليا المغرب حتى هو فرحه عمري. نمشي ومشيت عيطت مع الدار دوز العيد الكبير تما وكلشي. وصراحه هادشي علاش غبرت راه درت فيديو ملي كنت نازله المغرب ودرت فيديو فاش كنا في العيد الكبير تما وكان فيديو زوين خطير. بقى فيا الحال الصراحه بقى فيا الحال حتى بغيت نبدا في المونتاج. تسالينا الروينه ديال العيد داكشي في العشيه كدوش كتسالي كتسكا كتقول صافي انا غادي ندير شي حاجه. بديت كنمونطي بحال هكا كندير المونتاج وهو يتسيبريمي ليا الفيديو سيبريمي جو انا اللي يتسيبريمي الفيديو عرفتي. بغيت نتفقس تعصبت وبقيت جدي البكيه كنقول ناري تسيبريمي ليا والله صافي وانا نتعصب مابقيت درت شي فيديو اخر مابقيتش راشقه ليا على فيديو في المغرب صافي حلحت التليفون مابقيتش مسوقه كندير غير لي ستوري في انستغرام وصافي. اش غنقول لكم كنجي مني جيت من المغرب جاي بحال هكا كيبان لي وصلني هاد البوست هذا جيت كنلقى هاد البوست وصلني يا كاتريا عرفتي شنو وصلني ديبلوم ديالي اللي تقاتلت عليه شحال انا كنت تقاتل عليه عرفتي شنو فرحانه عرفتي ما كانتش ندير دابا شي حفله شي حاجه. المهم دي ديبلوم ديالي بنقط الحمد لله مزيانين ديبلوم اون بوش ايوا كدير هاد الاوس بلونغ هادي. ودابا عندي ثوازيام اني يلاه خديت الكونطرا ديالها باش نوريكم كنشارك معكم الفرحه ديالي. واحد الحاجه حبابي اللي كتكوني تقاتلتي عليها واحد الحاجه اللي كنتي درت عطيتي فيها واحد لافور اللي ما نعاودش ليكم باش انك توصلي ليها كما كانت ساهله. وهادشي علاش انا فرحانه بزاف. انا ماشي كنقول لكم حيت ما عرفتش كيفاش غادي نوصف لكم الفرحه ديالي حيت فريمون ما كان ساهل من اي ناحيه. يعني الخدمه القرايه يعني نقول لكم زعما الدراسه الخدمه الناس اللي كيخدموا معاك ريسبونسابل ديالك بزاف د الحوايج ريسبونسابل ديالي لي با لا ما نسوقش ليا وكيصحابني ما غاديش ندير والو كتعرفوا هنايا انا في الالمان كاينين بزاف حوايج. كاين العنصريه كاين الناس زوينين كاين الناس الخايبين كاين العنصريه وكاين اللي ماشي عنصري. كيتلاقاي حتى مع ناس زوينين فريمون ولكن ملي كطيحي فشي عنصري ولا كطيحي فشي ناس ماشي هما هذوك صافي اللي عندك واحد الطريق اللي هي ما نعاودش ليك كل فيها مشاكل وتعقدات ولكن كلشي كيدوز مع الوقت والحمد لله ربي كيوفقك وسورتو الا كنتي انت غادا بنيتك وغادا مزيان فربي كيسهل عليك وكيوفقك وكيعاونك. وهادشي اللي طرا لي الحمد لله كانوا صعوبات بزاف وكانوا بزاف ديال المشاكل طحت ونط وحق الله كنعاود لكم واش يعني واحد الحاجه ملي كتشوف ملي كيكونوا ناس في حياتك بحال هكا يعني اللي كيعكسوا لك الامور ديالك واللي ما كيموتيفيوكش وما كي بزاف د الحوايج سورتو الا كان شي واحد عنده علاقه يعني عنده شي حاجه اكثر منك فداك الدومين ولا شي حاجه ولا هو اللي مكلف بيك وكي اش نقول لكم يبقى في كل حال ما كتبقايش قادره في الخدمه بزاف د الحوايج ولكن ثق بيا فاش كتقولي لا انا عندي هاد الهدف خاصني نوصل ليه انا هاد الهدف عندي هنا خاصني نوصل ليه كيف ما كان الحال نوضي وتقاتلي بغيت نوصل لهذا الهدف ديالي هذا كتنوضي وكتبداي من جديد ومني كتحقق هذاك الهدف وكتحقق هذيك النقطه اللي انت كتقاتلي عليها ما تخيليش واحد الفرحه اللي كطيح عليك. ربي كيرزقك واحد القوه اللي ما كتصورش اللي كتقدي بها كلشي وكتسهل عليك بها كلشي قرايتك الدومين ديالك خدمتك كلشي ثقي بيا كلشي وكتسدي فوا مع عباد الله فريمون كتسدي فوا مع عباد الله ايوا الحمد لله. وهادشي اول حاجه صعب على شي حاجه ثالثه ان شاء الله نقدر نكمل على ما شي حاجه
نتبرد لان الفرحه ديالي لا توصف. هادشي انا اللي كنت باغا وصلت ليه. الدبلوم الاول الحمد لله غنطوش، الدبلوم الثاني والدبلوم الثالث والدبلوم الرابع، علاش لا؟ ما حد واحد باقي عايش وباقي صغير يدير اي حاجه في حياته وبابا. المهم انا خديت هاد الدبلوم هذا فرحانه، فرحت شي صراحه ما نقدرش نوصف عليكم، حيت انا اللي حاسه بالتعب اللي كيفاش خديت هاد الدبلوم هذا، حاسه بيه فريمون. حيت انا علاش خديته عندي بزاف الاهداف، علاش خديته بزاف سورتو هنا في المان. اوس بيلدونغ من اهم الحوايج اللي خاصك ديريها، كتفتح بزاف ديال البيبان، بزاف ديال كتعطيك بزاف ديال لي شانس في مكانو في الخدامي في بزاف د الحوايج. اي بلاصه كتمشي ليها كتسقاد لك السيفي ديالك، كتلقاي عندك ما تقولي عندك شي حاجه في يدك، فشي حاجه مزيانه. انا وبصراحه هذا العام كان بامكاني انني دابا نخدم عادي صافي الحمد لله كلشي مقاد، فبامكاني نخدم ولكن لا ندير هاد الثروازيام اني علاش لا، وناخذ ديبلوم واحد اخر مزيان ونتقراد في الخدمه ديالي علاش لا. خديت دابا الكونطرا ديال الثروازيام اني و فرحانه بصراحه. انا كان الهدف ديالي هو انني ناخذ غير اوس بلونغ وخديتها، ولكن ما حدك انت كطلعي درجات انت كطمعي على شي حوايج اخرين، كتقولي علاش لا ما نكملش، علاش ما نديرش، باقي عندك الوقت وباقا صغيره، كتقولي علاش لا. وخديت هاد الكونطرا هادي كافاو ان انسلهاندل بغاتون فون كونتن ان كومبلكسن سيتوياسيون فارن بيستانس ستيرونغ ميت ارباايتر فورونغ اند انتويكلونغ اتشي اشو. واحد الاحساس ما نعاودش لكم، هاد الميتابايتر فيهم هي انك تحكمي في الميتابايتر، بون ماشي تحكمي، مي غادي تجي غير الميتابايتر ديالك، تجي غير فاش كيكون عندك شيش ديالك كتخدمي وانت اللي كتعطي الخدام شنو خصهم يديروا، شنو هادي بون لا جيستيون. سمح لي الحمد لله سمح لي حتى سجلت الماتسا ديالها. غير الخطوه الاولى هذه غير الخطوه الاولى اوس بيلدونغ، بحال قلت شي اوس بيلدونغ واحد ساروت كيفتح لك بزاف الحوايج. هو ساروت كيحل كاع البيبان، ماشي غير باب واحد كيحل كاع البيبان، فغادي تحل لي باب بزاف ديال البيبان والامور ان شاء الله غادي تتقاد. فانا هاد الساروت هذا اللي خديت غادي نحل به بزاف البيبان ديالي. المهم واحد الحاجه اخرى دابا، حاجه وحده اللي ماشي، حيت قلت لكم واحد اي بلاصه فيها الناس الزوينين والناس الخايبين، فانا الخدمه ديالي زوينه وكاينين ناس زوينين ودوزت فيها راه بحال لافامي ديالي لافامي الثانيه، وبيان سور كيكون نشاط وكيكون الضحك، دوزنا وقت زوينين، ضحكنا مجموعين، خرجنا مجموعين. ودابا فاش كنسالو الاصبيدون كنضطروا اننا يصيفطونا للفيليال واحد اخر، هادشي اللي طرا لي دابا انا صيفطوني للفيليال واحد اخر وما كيبقاوش شادين الاكسوبي ديالهم، كيضطروا انهم يصيفطوهم بحال قلتي كيتبادلوا مع الفيليال الاخر باش كيتعلموا، باش حيت حنا علمونا فما خاصهم يصيفطوك الفيليال واحد اخر باش تطوري من الخدمه ديالك وبزاف الحوايج. وانا تما في الفيليال الاخر فين غادي نكمل وفين غادي ندير ثروازيام اني وفين خصني نبين داكشي اللي قريت وداكشي اللي درت، كتولي حاجه اخرى. وهاد القضيه هادي انا كنشوفها شي حاجه زوينه حقاش كتعطيني غتمشي تبداي وحده مع ناس اخرين ومع خدامه جداد وهذا، ولكن ماشي مشكل. وبما انها بعيده مني فدابا غادي نضطر انني نتحول وما نبقاش في الدار وصافي، غنشارك معكم ان شاء الله هادشي في شي فيديو اخر ديال التحوال والدار والتخربيق. خليو هاد القضيه ديال بوحده ديال الدار حتى هي ماشي ساهله. وهادشي اللي بغيت نقول لكم، دابا انا وجدت راسي ديجا غادي تجي عندي صاحب الشيت، يمكن غادي شارجه ديال التليفون سي باي شارجه واحد الشيات ملي ديما كنخرج حيت كنتفكر سالو ديالي واش هزيتو ولا لا. الحمد لله هزيت جو زوين بصراحه. او شميشه ايوا هادي كانت الفرحه ديالي شاركتها معكم احبابي، كنتمنى ان شاء الله يا ربي يسهل على اي واحد ويفرح اي واحد بالنجاح، فرح باي حاجه ديالو في حياته. زيد شوني احبابي جيت عند صاحبتي غادي نجلس شويه نجمع شويه مع بعضياتنا. بون جيسبر تخليو لي لي كومونتير زوينين وتقولوا لي الا كان شي حاجه في لا فيديو ولا على هذا الشيء ديال الموسيقى، بحال دابا راه خدامه موسيقى و جو سيغ غيقولوا لي شي حاجه على الكوبيرات وغنضطر نحيد هذا المقطع ولا هذا الشيء. المهم باتشكم
تشوفوا بيتزا وستانك ما هاي بيتزا ما تتغايش يا بقى ايه مزوع هبش ككوكت يعني منوت انه اصلا شان غريب انك ازل يا اوكي تتغايش تفنش غنبقى مع صاحبتي شويه نشط شويه نجلس نجمع شويه وصافي وغادي نمشي للدار هادشي اللي كاين صراحه فرحت بزاف صراحه حبيبي والله مهم ما غاديش نكمل دابا باش ما يجيش الفيديو طويل نخليكم دابا وخليو لي دي كومونتير زوينين بحال ديما وما غاديش نبقى نغبر عليكم بزاف ان شاء الله فراسكم ونشوفو فلوق جاي باي باي.